بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم والسلام عليكم وأقرب طريق. بنقابل يعني ناس كتير وإحنا ماشيين في طريقنا، في مقابلات بتكون عابرة وفي مقابلات بتدوم وصلها وودها وينتج عنها علاقة متينة، وفي مقابلات بتحدد مصيرنا ومستقبلنا. لو هتتقدم لوظيفة مثلا، بس المقابلات دي عشان تنجح فيها لازم تكون محضر ليها كويس، مستعد ليها كويس، مركز في الكلام اللي بتقوله. بس للأسف في الغالب يعني المقابلة دي بتبقى مرة واحدة بتحدد مصيرك، لو انت فشلت فيها خلاص يبقى صعب تتقبل تاني الا لو بقى في واسطة. بس الله عز وجل بيدينا اكتر من فرصة من غير واسطة، واكتر من مقابلة في اليوم الواحد نحاول نستحضر فيها قلوبنا، نستشعر مين اللي بنقبل عليه، نعرف اكتر عنه ونرجع بقلب مليان حب عشان يغفر لينا. ولو معرفتش مين اللي بتقبل عليه، هو بيعرفك، بيحطك في تجارب الحياة ويتجلى عليك بأسمائه وصفاته، تعرف قد إيه هو رحيم، عليم، حكيم، قريب، غفور. عشان كده لازم نبدأ كلامنا مع الله عز وجل وحوارنا في كل مقابلة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل شيء في حياتي أنا فيه بسببه أنت يا رب، الحمد لله أنه بيديني أكتر من فرصة يعني أحسن فيها نفسي وعلاقتي معاه ويغفر ليا ويطهرني. الصلاة قصة حب من أجمل القصص اللي بنعيش معاها كل يوم 5 مرات، لو تدبرناها وتأملناها هتفرق معانا كلنا. في بداية اللقاء بترفع إيدك وتقول الله أكبر، وبترمي كل همومك ومشاكلك ورا ظهرك، وتتجه بتركيز وبكل حواسك وتستحضر قلبك إنك مقبل، يعني مقبل على الخالق رب العالمين. هتبدأ وتقول الاستفتاح للصلاة بأي صيغة من الصيغ اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهكذا. مفروض تنصرف قلوبنا إنها تتوجه يعني لا تتوجه لأي شيء أو تفكر في أي شيء غير إنها تركز في المقابلة دي. وبعدين لو بدأت تقول الفاتحة أنت خلاص دخلت في مناجاة مع الله عز وجل. يقول تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فمن الأدب إنك ما تقراش الفتحة بسرعة، تحاول تستشعر بردود الله عز وجل عليك وإقباله عليك. سبحان الله، مين يعني أنت ومين أنا عشان يكون لينا القدر ده، وانا اللي كل ذنوبه بقصر، ولما احمده واتلفظ بحمده بلساني اللي مقصر في ذكره يعني يكون للحمد ده قيمه عنده ويرد عليا حمدني عبدي. ويعلمنا كمان ازاي نحمده ونثني عليه ونمجده، وده فضل من ربنا انه يعلمك انك تثني عليه بما اثنى به هو على نفسه ويرد عليك. سيدنا موسى عليه السلام تميز انه كليم الله ورفع عنه الحجاب، بيسمع ربنا بيكلمه وبيرد عليه. وانت بمعنى اخر كليم الله، ولكن لم يؤذن لك برفع الحجاب في هذه الدنيا، فانت تعتقد وتتيقن بان الله يكلمك في هذه الساعه، فانت كليم الله بمعنى اخر. اياك نعبد واياك نستعين، يقول هذا بيني وبين عبدي. شوف المقام اللي الله عز وجل بيرفعك ليه، صله قريبه جدا ما فيهاش شريك، ده بيني وبين عبدي. بس لانك بتعلن توحيدك لله، اياك وحدك نعبد، إياك وحدك نستعين، مش نستعين بس بالله في أمور حياتنا وعلى العبادة كمان. ساعدني يا رب إني أعبدك حق العبادة، فإياك نعبد مش منفصلة عن إياك نستعين. من العبادة إنك تستعين بالله في كل حاجة، إياك نعبد وإياك نستعين حتى في عبادتنا مع إياك، وإياك نعبد في استعانتنا بيك على ما أقمنا فيه في شؤون الحياة كلها. إياك نعبد وإياك نستعين، ويفتح ليك الباب ويرد ويقول هذا بيني وبين عبدي، حالة خاصة، مقام خاص ليك. وهل يليق وإحنا في هذا الحال العظيم من الخطاب مع رب العالمين ومخاطبة ربنا لينا ويجعل بيننا وبينه صلة ونكون غافلين؟ بذكر نفسي كمان، لأن غالبا كلنا يعني بتتوهنا الدنيا عن الاستمتاع بالقرب من ربنا، عقلنا وقلبنا في الشغل، في الأكل، في الخروج، في المشاكل. لازم نركز، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ومن حبه ليك يعلمك تسأله وتدعيه بإيه،
يختار لك الخير ليك اللي تسأل بيه وتدعي بيه سبحانه، عشان ما تعديش عليك وما تفوتش اللحظة دي فتطلب ما لا يليق في هذه الحضرة، فمباشرة يعلمك تقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب ايه هو الصراط ده؟ صراط الذين أنعمت عليهم. طب هو ربنا ما يعرفش يعني ايه هو الصراط؟ اكيد يعرف، يعني هو العليم، ولكن بيعلمنا احنا حاجة مهمة، والدليل على أهميتها انه بيذكرك بيها وانت في حضرته وفي لقائه في الصلاة، اقدس اللقاءات. بيعلمنا ان نعلق قلوبنا بالصالحين، علمنا ان نرتبط بالصالحين حتى واحنا في حضرته، وده عين التوحيد له سبحانه وتعالى. يعلمنا ان الصراط المستقيم والطريق المستقيم مش هتعرف تمشي عليه الا بصلتك بالمنعم عليه، يعني الا بصلتك بالمنعم. صراط الذين انعمت عليهم بيعلمنا الارتباط، يعني نرتبط بقلوبنا بالصالحين، بيعلمنا الولاء لمن احبهم عشان نقتدي بيهم، بيعلمنا ان حصولنا على الاستقامه والسير على الاستقامه اهم خطوات الوصول اليه هيكون بالصله بالمستقيمين. اهدنا الصراط المستقيم الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير الذين خالفوا وبدلوا وهم يعلمون، ولا الضالين اللي ضلوا وانحرفوا وصاروا خلف ائمه الضلال فانحرفوا عن الصراط المستقيم. امين. معاني كتير في الصلاه ممكن نكون بعيد عنها غافلين عنها. الصلاة قصة حب بين العبد وربه، وهي أقرب طريق الصلة. الصلاة هي الصلة بالله، فيا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. والله تعالى أعلى وأعلم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. ربك يوم ما بيقفل باب بيكون فاتح باب قبليها، ومحدش في الدنيا دي عارف الخير فين أو جايين